طيب دي كانت جولة في أهم أخبار اليوم. النهاردة في كأس العالم قطر 2022 خلونا نستعرض بقى نتائج مباريات اليوم. اليابان وكوستاريكا وفوز كوستاريكا بهدف مقابل لا شيء، والمغرب وبلجيكا وفوز المغرب الحقيقة بهدفين مقابل لا شيء، واحدة من أحلى المباريات اللي لعبتها المغرب بعد وقت طويل جدا في وجودها في كأس العالم. كرواتيا وفوزها على كندا برباعية مقابل هدف بعدما كانت متأخرة بهدف مقابل لا شيء في بداية المباراة، ثم المباراة الأخيرة أسبانيا وألمانيا وتعادل إيجابي ما بين الفريقين. خليني أبدأ مع إيهاب عن اليابان وكوستاريكا. هذه المباراة اللي كان الكل متوقع أن اليابانيين يستطيعوا أن يفوزوا على كوستاريكا. هي المباراة دي يا كابتن بتثبت مقولة أن كرة القدم ظالمة، أحيانا كثير بتبقى ظالمة. اليابان قدم مباراة كبيرة جدا، كان حاطط منتخب كوستاريكا في نص ملعبه تقريبا خلال 80 دقيقة من المباراة أو 85 دقيقة معظم الوقت ضاغط عليهم، فرصة وحيدة وخطأ يعني مشترك بين الدفاع وحارس المرمى، جون باي لك زي ما بيقولوا، بس جون بثلاث نقاط احيا بالظبط احيا امل منتخب كوستاريكا من جديد في البطوله. الشيء الحلو ان منتخب كوستاريكا يعني كان بيقاتل، يعني سبعه كابتن حضرتك لعيب كوره وعارف سبعه دي تقيله على اي فرقه، خلاص توقع اي فرقه معنويا ويخشوا الماتش اللي بعديه ما فيش اي حاجه، انما هم النهارده لعبوا ماتش دفاعي قوي جدا قفلوا قدام منتخب اليابان اللي هزم المانيا، ما خافوش من ما بصروش لهزيمته المنتخب. واحنا بنتكلم ده تشكيل مباراه اليابان او تشكيل فريق منتخب اليابان وقدموا ماتش قوي جدا انعشوا بيه امالهم، وان كانت فرصهم لا تزال صعبه جدا لان التعادل النهارده بين اسبانيا والمانيا خلاص منح المانيا امل كبير جدا، هيمسكوا زي ما بنقول كده بلغه الكره كوستاريكا الماتش الاخير هينتقموا من كوستاريكا اهداف. طيب برضو واحنا بنتكلم عن المباراه خلينا نتكلم عن اهم الاحصائيات الخاصه بهذه المباراه يا محمد. مباراة اليابان زي ما زياب قال كده كان المنتخب الياباني هو الأكثر استحواذا في المباراة، يعني استحواذ المنتخب الياباني كان 55% أما منتخب كوستاريكا كان 45%، حتى عدد التمريرات برضو بيوضح قد إيه إن المنتخب الياباني هو الأكثر سيطرة على الكرة والأكثر تناقل للكرة، 605 باص في المباراة في مقابل 462 باص للمنتخب الكوستاريكي. الفرص اللي على المرمى فرصة وحيدة زي ما كابتن إيهاب كده لكوستاريكا اللي هي سجلت هدف، اما المنتخب الياباني فخلق خمس فرص بس ما كانش فيه ولا فرصه منهم على البوكس، يعني كلهم كانوا اوت اوف تارجت، ولكن في النهايه المنتخب الياباني كان هو الاكثر استحواذا، عمل 8 عرضيات في مقابل عرضيتين فقط للمنتخب الكوستاريكا، ولكن في النهايه كره القدم لا تعترف الا بالنتيجه. صحيح كسبت هتاخد 3 نقط، ما كسبتش التاريخ مش هيشفع لك ان انت عملت نسبه استحواذ حتى لو كانت 100%. بيني وبينك انا قاعد بتفرج على الماتش ده بصراحه يعني يعني من الماتشات اللي انا يعني وانا قاعد بتفرج عليها في كاس العالم، انت دايما وانت بتتفرج على مباراه كاس العالم بتبقى مركز في كل حاجه، ممكن يحصل جمله جديده قدامك في المباراه بتاع اي حاجه من هذه الامور تسمع، انا بسمع كل المؤتمرات الصحفيه اشوف المديرين الفنيين بيتكلموا ازاي بطريقه جديده، بيتكلموا ازاي، بيقنعوا الناس ازاي باللي عايزين يعملوه، لكن في هذه المباراه انا ما شفتش حاجه خالص. بس المنتخب الكوستاريكي زي المنتخب الايراني بالنسبه لي، هم كانوا مفاجاه انه فرقه بتخسر سته وفرقه بتخسر سبعه وبيرجعوا الماتش اللي بعد كده وماتشات مش سهله، يعني انا اللي كان بالنسبه لي المفاجاه اليابان، هم ما عرفوش يكسبوا كوستاريكا الحقيقه بالزبط. بشكل او باخر لانه كان في جانب يا كابتن استهتار واضح في المباراه، اولا المدير الفني كمان انك تقعد مينامينو افضل لاعب عندهم وتقعد تاكوبي وتقعد معظم النجوم اللي عندك على الدكه، يعني انا شايف ان دي يعني النهارده مثلا مع الفارق، يعني انا مضطر اقول مثلا النهارده كان في ناس كتير بتتوقع ماتش الاهلي وعلي لطفي هيقف ومش عارف ايه، وفي لعيبه بودره كتير هيشاركوا برغم ان فيها بودره، ولكن مستر كولر اعتمد المباراه، مش ممكن اخاطر في المباراه بلعيب مثلا بقى له فتره ما بيشاركش او كذا ماتش مهم، لازم تحترم الخصم وتحترم المنافس. النهارده منتخب اليابان بيدفع ثمن الاستهانه بكوستاريكا، الهزيمه انه خسر سبعه قال خلاص دي واشيل لعيبتي للماتش الاخير قدام المانيا، لا يعني ممكن يخلص الامور اسبانيا سوري، فالموضوع دي كانت غريبه جدا. كان ممكن يخلص الامور كان يتاهل رسميا لو كسب بالظبط بالظبط، وماتش بالنسبه له هو ده اسهل ماتش في المجموعه منتخب المانيا، حتى
لو بيمر يعني بفتره صعبه مع هانز فليك. لا مهما كان يعني برضه بس منتخب المانيا يعني. بالظبط، بس المنتخب الالماني كان متفوق على المنتخب الياباني على فكره في المباراه يعني. صحيح، المانيا 20 30 الف جول، ضيع كور كتيره جدا. صح، كانهم التوفيق في كل الفرص قصاد اليابان، واليابان خطفت في نهايه المباراه. ارقام بقى فولر لاعب كوستاريكا رجل هذه المباراه، خليني اقولها برضو لحضراتكم. لعب 99 دقيقه، هدف، احرز هدف، عمل محاوله احرز منها الهدف، تمريرات صحيحه 26 من 31، الالتحامات الصحيحه او الالتحامات 11 من 17. ارقام امام حضراتكم. هي مباراه ما فيهاش كلام كتير الحقيقه، مباراه اليابان وكوستاريكا.